بقيت لوحدي. ايوه انا طلقت سلمى وبقيت لوحدي. دلوقتي بس عرفت ماما ليه كانت بتتخانق معاك دايما وزعلانه منك على طول، علشان ما كنتش راضي تخلف لها ابن بعديه. فهمت كانت ليه دايما بتقولك الاخ التاني دوت مش بنجيبه لينا، احنا بنجيبه ليه هو، علشان يونسه ويفضل معاه بعد ما نموت. هي كان عندها حق. انا بقيت لوحدي، محدش معايا. على فكرة انا شفت الفيديو اللي انت عملته لي، شفته، سمعت وفهمت كل كلمة انت قلتها، بس انت مش شايف انك لو كنت قلت لي الكلام دوت وانت عايش مش كان يبقى احسن؟ سبحان الله المدة غريبة قوي، غريب. في ثانية واحدة حياة البني آدم بتنتهي وما بيفضل لناش منها غير سيرته وشوية ذكريات بتطلع لنا كل شوية علشان تفكرنا باللي مات. هو ده اللي بيفضل في الدنيا بعد ما بنموت، اسم مكتوب خط حلو على حتة رخامة وجنب تاريخ.